ما أعرف ليش الناس عايشة في 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 دائرة من السلبية، سلبية، تذمر، شكوى. افتح تويتر شوف الناس سلبية، افتح ما أعرف ويش الواتساب ما يتنقل غير الأخبار السلبية. طيب كل مكان كل زمان ترى في زين وفي شين، أنت إيش حاب تشوف وكيف ما ترى تعيش. يعني في مبدأ في علم النفس اسمه مبدأ البرتقالة. ماذا يقول هذا المبدأ؟ هذا المبدأ يقول لو جبت برتقالة وعصرتها 10 مرات ماذا تخرج برتقالة؟ هذا عصير برتقال. 20 مرة عصير برتقال، ما تطلع تفاح، صح لما صح؟ لو عصرت هذه البرتقالة 1000 مرة ما تخرج غير برتقال. أيضا الإنسان اللي يشوف الأشياء السلبية ما يتبرمج عقله وجسمه إلا بأشياء سلب. دائما الإنسان بتكدر، دائما الإنسان ما طايق الأوادم. أنا في ناس ما يعني في ناس مقابلهم حتى ما يضحك، وكأن الأسنان عورة ما حد يشوفها، هذه فطمة من الضحك. ولما تقول ليش ما تضحك يقول لك والله إحنا من زمن الشايب كذا، ما أعرف الشايب بش علاقة الموضوع. في ناس كذا يعتقد أنها بالوراثة، بالوراثة عصبية بالوراثة. في ناس يعتقد ما إلي علاقة يا شيخي، ما إلي علاقة، أنت من أردت ذلك، شايب ما شايب ما إلي علاقة.